منيل عجبنا الكريم لا 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 هم فيكم فيديو جديد نجرب لكم لعبة ذكروتو. طيب عمران ورانا شيء حماس الحين. الحماس اللي هو الدريفتنج في اللعبة. نخش الفعالية الخيرية. نكسب متابعين شوفوا عربي. إيه صح جد مهم. فاللي بنخش دعين دريفتنج. أدس. حق تسحيب بريكات. يلا. فأنا خبير في البريكات. طبعا يعني قبل ما هذا بحب أنوه أقول لكم إن اللغة العربية في اللعبة حاجة جدا جبارة. الحين يلا. أنا قاعد أحصل على 10,000 نقطة. حلو هذا الهدف. إيه. بس إذا صقعت وأنت تسوي دريفتنج يروح عليك النقاط. والله السيارة خفيفة. فيس. شوف صقعت راحت علينا. لا أنت لا تصقع. يا أخي مشكلتها بعد طويلة من وراء وعريضة. أمريكي ذا ما في لعب. فاكل يا أخوي والله إنها صعبة بس إنها شوف المحترفين أنا ما أدري ليش قلت على نفسي محترف. يلا لا ما عليك. أنا أثق فيك عمران. أثق فيك. شوف. كل أحوال أنت أحسن مني. إن شاء الله. يلا. شوف الحين هذه اللفة القلوب. كف. ديك السنة أبغى أكبر اللفة. حلو حلو قمت تجيب نقاط كثيرة. كويس أنا مرة عمران حاولت أفحط بسيارة إيجار سأجرناها كسرت الجير. أنت مو هذا مو تفحيط هذا اسمه ضاربة ذي داخل شوف السحب يا ولد كسرت الجير. أنا حدي كنت أفحط أنا ماشي 40 لا أنا أبوي جلدني. دقيقة خلينا نسوي تخميس. يلا 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 شوف 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 كذا لا يعطيني شوف كعك الدونت دونت يعني الدونت قاعد يسوي تخبيص بس شوف اعطيك 50 بس مو قاعد يعطيك زياده وقف اي وقف عشان مره واحده خلاص بلا ولف يجلس واحد يعلق مو سهل اي بقيه 30 ثانيه والله ما جبت افايا عمران افايا عمران تجي 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 مع النقاط الزايد يلا 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 عداد عداد قاعد يتعبى ايوه يلا عمران روح روح ارحم ولدينك اعطيني اخر نقطه روح اعطيني اخر نقطه ادعس ادعس روح روح ادعس ما عليك يلا عمران 8 ثواني روح هنا هنا يسار يسار كذا جت ثانية كذا وقف 50 حق الدونات 50 حق الدونات راحت؟ لا والله ما جبتها لا يلا لا. يعتبر اني عديتها عشان نشوف الاشياء الثانية اكس هذاك يلا يلا اوكي يلا حق الواسطة دفوها 10,000 جاك 62 متابع جديد يعني الحين عندي فولورز 41,000 صح يا الفاموس الفاموس بس في احد الاشياء اللي انا عجبتني في yeah. في طور فرضا انه بتلعب فاست ترافل على شيء اللي هو تنقل سريع مو التنقل السريع فاست ترافل اللي صحيح بس انه عندك تختار اللي تبغاه اوه ايوه هذا اهم شيء في اللعبه اصلا هذا اللي بتكلم عنه يا ابوي دقيقه استنى السياره قاعد تحوس علي ما اقدر اختارها شوف تقدر تسوي تغيير سيارتك يا تخلي طياره يا تخلي سفينه صح او جت او بوت هذا مش اسمه انا الحين طياره او سياره الحين نايس لازم تكون فوق الموية عشان تقلب بوت يعني شيء اكيد اكيد ايه شوف تنزل على طول في طبعا عمران اذا تنزل بوت في الشارع ما عمري جربته صراحه حاجه 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 خلينا نجرب يلا اي وقت تقدر تبدل صح يمدينا اي وقت احلى شيء هذا شوف البوت علقت يا ولد تطط ضقبوني المشكله حتى الطياره لازم تفك لها مكان كويس انها تطير ما يمديك تخيل عمران تمشي تلقى بوت جنبك واقف كذا طار ليه جراند حطيت حركه سريه بالغلط اكستريم لايف يلا الحين بدنا يلا عمران ليتس دو ذس فز في السباق عمران بس فز في السباق هلا يلا اوف اوف والله طلعت برا ايمي سحبت عليك بس استنى ايمي اوكي لا نجيبه شوف انا يقول لك المثل يقول لك قدم غشيم الحب طيب فانا قدمت غشمه ثلاثه الغشمان وش المثل؟ مثل تاريخي ذا قديم كانوا يستخدمونه في ايام الجاهليه والله؟ ايه عند ابو لهب وربع له فا ايمي هذه حنوخر عن النظمات ايمي وترابس يلا اخري تقلعي اطلب وجهك والله اخر مره صدمت انها جابت لي العيد اي والله كم بتجيب العيد خلت تقطع عليهم السي سي كم الحين احنا وصل يا الله السياره دي يبغى لها تعديل ترابس فاك ال شوف نايل هذا شكله واحد بريطاني شايف نفسه ف انا ما عجبني ما حبيته ما عجب ما احب افقع راسه روح روح كفو واخر يا نايل واخر ما ادري نيل نيل عجبنا الكريم لا لا وين رحت لا شوف ديناصور ديناصور كيف في ديناصور لا هذا جراسيك بارك جراسيك وين رحتوا انتوا يلا اوه بوت الحين قلبنا بوت الحين هذه السباق يلا هذه السباق مو صوت بوت هذا ما له صوت صح يلا روح في بوتات كذا صوت ولا صح عليك ترافيس 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 عدنا لا تنسى عمران عمران هذا طريق اوكي عليك كفو عليك كفو كفو راليات ايش راليات اخص من هنا للرالي يتحول على طول اوف
ايه ما عندهم مسح. يلا خلينا نشوف وين الراعي. شوف شوف الراعي. يلا 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 افرود سوى لك ترانسفورم. يلا يلا ترانسفورمر اخر يا قلق. ايه مش بقتك والله وترابس ونيل. لا 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 ما سبق نيل المتنيل صار الاول. شوفها واخر يا نيل اخر. خلينا نخش وسط الوحل. شفت كيف تخش وسط الوحل هذا بقى. يلا انقز 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 ليش يا أبراد المومنتم والله. أيوه بس هو تعرف يعني بعض الأوقات لا بس ما ينام كويس يعني. لا بس وش اللي حاجز وقفت محلك كذا؟ لا كان في حاجز ما انتبهت له. راح يا نيل راح راح قلب وجهك أخير. كفو كفو يلا نقطع بس نقص. لا تجيب العيد عمر لا تجيك تمساها الحين. لا لا ما عليك عيش لا يا شيخ يرحم امك لا تعلق بوقتك. عمران يرحم امك علقت سو ستارت شيء. لا 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 ما يمديني ما يمديني. استنى ايمي يا كلبة تعالي. ايمي انا ما ادري ايش دخل. ايمي هو قال لي خش الوحل بصراحه ما بوثق شيء. يلا 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 تسكت من جد خلك ماشي صح ماشي صح. لا النهايه قربت عمران لا تجيب هنا العيد. ايه بس كذا خلك ماشي لا تاخذ تصار ولا شيء. انت ماشي صح. دل نخش هنا النهايه السعيده. يلا اتمنى نهايه سعيده. لا ما عليك نهايه سعيده ان شاء الله ومع بريك كمان. ها ها لا عمران 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 كذا وسط الشارع. لا يا عمران حلو هذا مود الاكستريم والله حلو حلو الاكستريم. بس ترى من اكستريم اكستريم ترى يختلف. في بعضها سياره وطياره وبوت. في بعضها رالي وبوت وطياره. طياره ما جتنا في دبه. ما جانا طياره. طب نلعب الطياره ما دام انه ما جاء. سوى نفسك الانتحاريه يعني. انا سويت حركتين مع بعض. سويت حركتين مع بعض. كفو كفو اللي هي تحت. يلا لا تجيب ما عليك هذه مره مدركه. يلا كف مدرك. روح 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 والله ابغى تشمع مدركه اقول لك يا رجل مدركه. والله فزنا خلاص ترى عدناها نايس. او هذا الدب اوه ذكرني في لعبه شو اسمه عرفت هذيك الدبابات اللي على تندو. اوه موتو كروس. اوه هذا اول مره العبها والله فل والله جامده. راح 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 عمران في ما يقدر والله يقلب والله يقلب والله يقلب صح والله يقلب والله جار يا لا عمران لا واحد ذا واحد ذا يلا 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 لا تصقع قرب لمبة دي ما عليك ما عليك امشي قلبنا صح. يلا كم انا فين رايح اصلا واحد رايح واحد خمسة والفزيات ام عدوني. هذا المثل حقك حق ابو جهل خلي في يدك هنا الحين. وهذا حرالي ايه الحين هذا رامي ايش هذا انت الجوست حقك هذا. انا زي ما تقول الهدف اللي عدي بس ما يسوي شيء بس انه عدي. اي اوكي 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 اي الهدف اوكي. فالحين وانت في البراري وش وش ذا جربوع جربوع تعال 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 وين راح خلينا نجربع وين راح ما ادري شفته هنا تو. شوف شوف برا 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 وش هذا مو جربع ديب 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 ورا دعسته ما ادري والله كنا ندعس مات ما ادري. لا والله شوف لسه عايش. وش ذا دي خلينا نقرب الكاميرا لا بس تعال تعال خلينا نبرمك يا شيخ. تعال يا شيخ لا تخاف وين ما يموت يا رجال ما يموت ما يموت. كمل كمل نشوف السياره من داخل احلى شيء. مرسيدس اوه مرسيدس هذاك النايترو الاحمر حم حطه جوا. اي شوف طلع طلع شوف كيف التفاصيل من داخل شيء رهيب صراحه صح تحس تعبانين جيد اي شغالين عليه حتى في التليفون ترد على احد توقع خلاص خلص وقت الكلام خلاص. طيب يعطيكم العافيه المتابعه اللي عجبكم الفيديو اعطونا لايك وايضا اعطونا بالكومنت اشتركوا باللعبه وايضا لا تنسون تشتركون بالقناه تشوف اشياء رهيبه قدام العاب جديده. كان معكم فهد الشيحه وانا عمران الحازم. عمران الحازم يعطيكم العافيه مع السلامه.